طيب ايه رايكم بقى نروح نطمن على حاله الطقس النهارده؟ يتوقع خبراء الارصاد ان يسود طقس حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، لطيف ليلا على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، معتدل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. خلونا برضو نروح ونتعرف على بعض درجات الحراره في محافظات الجمهوريه، نبداها طبعا من القاهره العظمى 32 والصغرى 24، أما الإسكندرية 29-23، الإسماعيلية النهاردة العظمى 33-22، الغردقة 35-26، المنيا 34-22، سوهاج النهاردة 36-23، أما أسوان العظمى 39 والصغرى 25. أما بقى نروح بعض درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية والعالمية، نبدأها من الرياض العظمى 41 والصغرى 27، أبوظبي 38-32، أما أنقرة 28-14، لندن 18-9، واشنطن 27-16، باريس سجلت النهاردة 19-12، بكين 28-16. دي كانت درجات الحرارة النهاردة.